الفلاحة كان الحاكم يلفت النظر لها باهي الفلاحة. قام الحاكم غمض عينه، الفلاح تعب تعب ياسر، المودة الاسم ده غالية والمزوط غالي، بياسات غالية، ماتريال كله غالي، يعني الفلاح قاعد يدز في نفس دزي ماهوش لاقي روحه. كان الحاكم والنعمة قاعدة راكدة، الاسم ده تزيد والمزوط يزيد وجميع اللوازم تزيد، والنعمة يقبلوها بصمت 10 سنين وهي حابسة ثم ما زاد ولا حد شيء. كيف تحب الفلاح هذا مش يرفع المستوى ويكون الاكتفاء الذاتي نتاع الشعب التونسي؟ فلاحة ملت، كرهت الفلاحة، ما عادش لاقي رواح، عاد يصرف من جيبه، يجبد مليون يرجع 700 برك. كيفاش شيء من المناخ شيء من ربي وشيء من الحاكم ماهوش متلفت لها الحاكم، ما عندوش عطيناي بالفلاح، وتونس متركز على الفلاح، ما عندناش نحنا لا بيا البترول لا عندنا حتى شيء. هذاك الفليحه هي اللي قايمه بين الشعب التونسي كامل. لذا الحاكم يلفت النظر، الفلاحه باهي، وقعدت هناشير الدوله تشغل فيها بعض الناسات، الاكثريه ضايعه، الاراضي ضايعه ماهيش مخدومه وماهيش قاعده تنتج. وكانت وقت ما كانت تعاضي كانت خير، كانت تعاضي تخدم الخدام، البطاله تو كثرت مناش من الشركات بتاع الفلاحه، وصلت شركات الفلاحه يتصرف فيها البكتار ويخدم اربع خمسه من الناس. كانت تعاضي يتصرف فيها البكتار تخدم فيه 30 و40 و50 و على تعاضي هنا يقول التضامن كانت تخدم 120 خدام رسميا. تو قسموها على زوج شركات ولا تخدم فيها 10 من الناس برك. معناها 110 خدام مشوا. قال شادين الحيط. هذا هو من حكيك على الفلاحه.